أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بتكلفة بلغت نحو نصف مليار جنيه، ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وقامت الجمعيات والمؤسسات أعضاء التحالف الوطني بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.